السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المقادير اللي كتبتهم بالعربية في الآخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم حلوة المشقق المحشية بالكارز. عملت نوعين نتاع الكارز، الكارز العادي الأحمر والكارز الأخضر اللي يجي غلاسي. تقدروا تهيئوا هذه الحلوة للعيد. هذه الحلوى تجي جافة لذيذة وسهلة التحضير. ومعظم الحلويات الخاصة بالعيد والمناسبات راني عاملتهم من قبل، مثل تشارك العريان وتشارك المسكر، البقلاوة، المقلود المقلي، زيريات وليكوني وحلويات أخرى. غادي نوضع لكم رابط قائمة هذه الحلويات في آخر الفيديو وتحت الفيديو. سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات نحتاج 125 غرام لوز يكون مرحي، تقدروا تستعملوا الكاوكاو أو الفول السوداني لكن لازم يكون محمص. نحتاج أيضا إلى كوب نتاع السكر ناعم ما يعادل 125 غرام، أنا دائما نستعمل الكوب الذي يزن 250 مليلتر ماء. نحتاج أيضا 150 غرام زبدة أو مارغارين تكون طرية ما يعادل 3 أرباع كوب. نحتاج 10 غرامات سكر فانيلا ما يعادل كيس واحد أو ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. نفس الشيء 10 غرامات خميرة الحلوى أو بيكنج باودر ما يعادل ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. نحتاج أيضا بيضة واحدة والفارينة أو الطحينة والدقيق الأبيض لجمع العجينة. ونحتاج أيضا عطر الليمون أو قشور الليمون. سنأخذ إناء ونوضع فيه الزبدة أو المارغرين، نزيد عليها السكر الناعم وسكر فانيلا، وغادي نخلطهم جيدا باليد حتى نتحصلوا على كريمة. أنا استعملت اليد لأن الكمية قليلة، بالنسبة لكميات كبار ماذا بكم استعملوا الباتر في هذه المرحلة أو البيترا باش ما تتعبوش روحكم. بعد ما نشوفوا المكونات جانسوا مليح وتحصلنا على كريمة نضيف لهم البيض ونزيدوا نخلطوا حتى نشوفوا المكونات تجانسوا. وفي هذه المرحلة نزيدوا عطر الليمون أو قشور الليمون واللوز المرحي، غادي نخلطوهم جيدا. من بعد سأضيف كمية نتاع الفارينة أو الطحينة والدقيق الأبيض مع خميرة الحلوى ونبدأ في جمع العجينة. نقعدو نضيفو الطحين حتى نشوفو العجينة اتلمت، والعجينة لازم تكون متماسكة لكنها لينة، ما تكونش صلبة كثيرا وما تكونش تتلاصق في اليد. دوك تشوفو الهيئة نتاعها تكون على هذا الشكل، يعني تقدروا تكوروها بسهوله. الان سنقسم العجينه نتاعنا على نصفين، النصف الاول نوضع له ملون الاحمر والنصف الثاني الملون الاخضر، ولازم اللون يكون فاتح، ما لازمش ديروا لون يكون داكن باش الحلوى تاعكم يجي عندها مظهر جميل. غادي نخلطوهم جيدا حتى نشوفوا العجينه تجانس فيها اللون على هذا الشكل. بعد وضعتها في كيس بلاستيكي باش ما تنشف ليش في انتظار تلوين القطعة الأخرى. نفس الشيء بالنسبة للعجينة الأخرى، نضيف لها الملون الأخضر ونعجنوها جيدا حتى نتحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. وضعوا كمية قليلة، لا شفتوا خاصكم اللون زيدوا له، لكن كما قلت لكم ما لازمش اللون يكون داكن، لازم الحصول على لون فاتح. من بعد غادي نقوموا بتكوير العجينة إلى كويرات. الوزن تاعهم أنا استعملت بالتقريب 30 غرام، تقدروا تستعملوا الوزن اللي راكم حابينه، يعني على حسب الحجم اللي راكم حابينه. قمت بها بالنسبة للعجينة الخضراء، من بعد بالنسبة للعجينة الحمراء. بعد ما تكملوهم كامل توجدوا الكرز. أنا استعملت كما قلت لكم الكرز الأحمر والأخضر، هذا يكون غلاسي. ولا شفتوهم يكونوا مشمخين فيهم القليل من الماء ماذا بكم تنشفوهم مليح، ما لازمش توضعوا في العجينه الماء. غادي ناخذ كويره نفتحها قليلا في الوسط على هذا الشكل ونضع قطعه كرز في الوسط، وغادي نغلقوا على الكرز مليح ونزيدوا نكوروا الكويره مليح، نعطوها الشكل الكروي على هذا الشكل. سنقوم بنفس العمليه لجميع بقيه القطع، لازم تغلقوا عليها مليح باش هذاك الحشو ما يكونش ظاهر.
تقدروا تعملوا كويرات صغار، لكن ما تقدروش تحشوهم بالحبة تاع الكارز. شديروا حبة تاع الكارز، قسموها على 4 على سبيل المثال، ووضعوا قطعة صغيرة في الوسط للحصول على مشقق حجم صغير. نفس الشيء عملته بالنسبة للعجينة الحمراء، نكملوا بنفس العملية. هي الكمية اللي تحصلت عليها بهذه المقادير اللي شفتوهم. نأخذ الآن السكر الناعم يكون مغربل، وغادي نكوروا فيه الكويرات على هذا الشكل. تقدروا تخلوهم بدون سكر ناعم بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش الكاطو يكون حلو كثيرا، وفي الأخير كي يطيبوا ترشوهم بقليل من السكر. غادي نقوم بهذه العملية بالنسبة لجميع القطع. من بعد نأخذ اللوز يكون كامل ونوضعه فوق كل كويرة على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. من بعد سنقوم بطهيه مباشرة. كي نكملوا غادي نسخنوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ما يعادل 350 درجة فرنهايت. من يسخن الفرن غادي نقصوا على درجة الحرارة، نقصوا عليها حتى 160 درجة مئوية، ما يعادل 320 درجة فرنهايت. وغادي نقوموا بطهي الكاطو نتاعنا في هذه الدرجة لمدة 15 حتى 20 دقيقة، أو حتى تشوفوه تشقق أكثر من هذا. يعني لازم يطيب على نار هادية باش يتشقق لكم جيدا على هذا الشكل اللي غادي تشوفوه في الصورة. غادي نخلو الكاطو نتاعنا حتى يبرد مليح، ومن بعد غادي نوضعوه في لي كيسه دو بريزونطاسيون. كما قلت لكم تقدروا ترشوه ايضا بقليل من السكر الناعم. غادي نفتح لكم كما العاده واحده وتشوفوا كيفاش الهيئه نتاع تجي، واش هي طيبه. بالنسبه لملاحظات اليوم، بامكانك محشو هذا الكاطو بفواكه جافه اخرى مثل العنب الجاف او التوت المجفف، لكن لازم تطيبوهم من قبل باش ما يجوكمش صلبين في الوسط. والملاحظه الاخرى، لعمل كميه كبيره ما عليكم الا مضاعفه هذه المقادير. انا كما شفتوا عملت لكم كميه صغيره. وايضا ملاحظه مهمه بالنسبه للملونات وايضا العطر، ايضا لاميليورو المحسن وكل المواد الكيميائيه، لازم استهلاكها بكميات قليله ومتباعده، ما لازمش تكثروا في الاستهلاك تاعهم، لان لو كان تستهلكوهم يوميا او بكميه كبيره فهم مضرين للصحه. يعني كميه قليله ومتباعده ما تهلكش، لكن كميه كبيره وكل يوم هنايا وي غادي تهلككم. وايضا بالنسبه للاحتفال بهذا الحلويات في المجمد، دائما وضعوهم في علب محكمه. بالنسبه للحلويات الجافه وضعوها في علبه محكمه، وضعوها في المجمد. من بعد ما تبغوا تستهلكوها خرجوها من المجمد وخلوها حتى تديكونجلا. لكن بالنسبه للحلويات المعسله نفس الشيء، ايضا توضعوها في علبه محكمه في المجمد، ومن تجبدوها من المجمد وتخلوها تديكونجلا عاودوا عسلوها باش تدي الهيئه جديده، باش تكون عندها كانها مصنوعه جديده. لان العسل ايضا كي يقعد في الحلوه وتوضعه في المجمد غادي هذيك الحلوه تمتصه كامل وتولي جافه. وايضا ما لازمش الحلويات تتركوهم على درجه حراره الغرفه لمده طويله، لانهم يولوا جافين وايضا تطلق فيهم الريحه. من توضعوهم في المجمد جبدوا فقط بكمية قليلة على حسب الاستهلاك. والملاحظة الأخيرة، المشقق الحقيقي يجي فقط مصنوع غير باللوز، يعني لا يحتوي على الفارينة. بما أن اللوز راه غالي، نحن نضطر باش نبدلوا الوصفات باش تكون في متناول الجميع. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.